أخوت السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الظروف الصحية. وباش تكونوا في أحسن الظروف الصحية في هذه اللحظة العصيبة اللي تدوز منها المغرب والعالم، خاصكم تبقاو في ديوركم، الله يرحم لكم الوالدين. هبطوش للزنقة إلا للضرورة القصوى، وهذاك اللي غادي يهبط ولا هذيك اللي غادي يهبطوا يدي معاه خويا ولا أختي الله يرحم الوالدين واحد الطريف ديال كلينيكس، ويدي معاه هذا المعقم. الطريف ديال كلينيكس اش غادي يلاق؟ الا بغيتي تشعل شي لانكاسا ديال الضو ما بغيتيش تقيسها بيدك، ومن الاحسن ما تقيسهاش بيدك، شعلها بكلينيكس. ولكن هذا كلينيكس اللي تسالي منه لوحو، بغيتي تحل بواني ديال باب الدار، بغيتي تحل بواني ديال الطوموبيل، بغيتي شديتي صرف الشقفات والدراهم شدهم في كلينيكس وديرهم في جيبك، ملي تجي للدار غسل هذاك الصرف، غسلو بالماء والصابون، وهذا كلينيكس لوحو ما تردوش لجيبك باش ما يستعملوش واحد اخر. الله يخليكم، غسلوا يديكم بالماء والصابون ديما، تحاولوا ما تقيسوش وجهكم. اللي بغى يخرج يتقدى ولا يمشي يخدم يلبس الليقات ويغطي النف ديالو وفمو. بلادنا كتمر بواحد الظرف اللي هو صعيب، واذا دعاتك الضروره باش تخرج رد بالك وخذ الحذر وخلي مسافه ما بينك وما بين الغير. رسالتي اليوم غادي نخصصها لوليداتنا حبابنا صحابنا اللي في الاحياء الشعبيه. انا مزوق فيكم، دخلوا وليداتي ما تبقاوش تجتمعوا، راه كنعرف انكم باقين كتجتمعوا بعض الاحياء والناس كيتشكاو عافاكم. الا ما خفتوش على راسكم خافوا على والديكم على خوتكم، الله يحفظنا جميعا. خاصنا كلنا نتحدوا باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك، خليك في الدار. واذا دعتك الضروره باش تخرج تعامل بحذر وخلي مسافه الامان بينك وبين الاخرين. راه الا تبعتوا النصائح ديال الجهات المسؤوله والجهات المختصه راكم غادي تعاونوا الدوله وغادي تعاونوا وزاره الصحه وتعاونوا راسكم والمجتمع كامل باش هذا الوباء ما غاديش ينتشر وغادي تحد، وان شاء الله نقضيو عليه في خطره. بقاو في ديوركم هاد 15 يوم باش ان شاء الله تمر هاد المرحله بسلام، وان شاء الله باش والدينا حتى هما يبقاو في امان. الناس اللي ما كتوصلهمش التوعيه عن طريق الهواتف يوصلوها لهم الناس اللي كيوصلوهم هاد لي ميساج، يعني حنا كاين بزاف الناس ما كيشوفوش، ما عندهمش كونيكسيون، عندهم تليفونات صغار ما ديناش في هاد الشيء، يحسوهم بهاد الشيء اللي واقع، حيت فريمون خطير خطير بزاف. وربي تلطف بينا. اليوم كنضحك على كورونا ما مسوقش، ولكن غدا الى قالوا لك باك مريض ولا الام ديالك ولا الاخت ديالك ولا ولادك وما لقيتيش ليهم بلاصه في السبيطار، واش غادي تبقى تضحك؟ فيق قبل ما تخرق وعرف بان هذا الشيء هذا ماشي اللعب. خاصنا كلنا نتحدوا باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك، خليك في الدار. ولا دعاتك الضروره باش تخرج تعامل بحذر وخلي المسافه الامان بينك وبين الاخرين. بليز بروتيجي فو سي سي سيريو، ديروا لي ماسك. اون اوتر شوز اخواني خواتي كو جي ديكوفير لي لانجيت بهم تحلوا لي بورت. انا ممكن نحاولوا نديروا شروط النظافه الصحيه اللي هي من شروط مهمه جدا. ما نسلموش، ما نتباوسوش دابا، ما نسلموش على بعضياتنا دابا، ما نبوسوش بعضياتنا دابا، لانه من بعد غادي يجي وقت اللي غادي نعاد نتاحنا فرص اننا نسلموا على بعضياتنا اكثر واكثر، وغادي يكون عندنا حنين اكثر لبعضياتنا. نتكلموا مع بعضياتنا ونصحوا بعضياتنا في التليفونات في الواتساب، نهضروا مع الناس ونهضروا مع الاقربين، ونحاولوا اننا ننصحوا الناس بقدر الامكانيات اللي عندنا ونساعدوا بقدر الامكانيات اللي عندنا، لان مهم جدا. هذه هي المرحله اللي غادي نضمنوا فيها، هذه هي المرحله الوحيده اللي غتبين باننا كنا متازرين، المغاربه كيكونوا متازرين دائما، وخاصنا نبينوا باننا حنا ناضجين. لازم نمشي ورا التعليمات اللي مطلوبه منا من الدوله باش نحافظوا على راسنا ونحافظوا على الصحه ديالنا. والاسواق راه دائما موجوده في الاكل والشرب، راه ما غاديش نلقاو مشكله في هذا الموضوع. كنرجو منكم انكم يعني تبقاو في ديوركم، ما تخرجوش، عاونوا الدوله دارت اللي عليها والمجهود اللي عليها، عاونوها وحاولوا ما امكن انكم يعني تخفوا من العبء ديال هاد المرض، هاد الداء، هاد الفيروس اللي دخل، غير بالتضامن بيناتكم. كلكم عزاز وكلكم في القلب، ما بغينا نضيعوا حتى واحد وما بغينا نضيع حتى واحد. الله يحفظكم، جلسوا في ديوركم وجلسوا كلنا في ديورنا باش هذاك الوباء مش حتى واحد فينا. نقصوا في دارنا ماشي عيب، بالعكس هو اكبر دليل لانهم تيخافوا على حياتنا. جربوها. شنو فيها الا بقينا في ديورنا واحد 14 يوم
والتزمنا بقواعد النظافة، وسمعنا الكلام ديال المتخصصين وديال المسؤولين والنصائح ديالهم. وكل شاب يبدأ بالمحيط دياله، يحاول أنه يوصل المعلومة للناس اللي كبار في السن، يوصل لهم المعلومة بدون ما يخوفهم، بدون ما يرعبهم، بدون تهويل. غادي نتخطاو إن شاء الله هذا الخطر، ونشوفوا دائما قدامنا بأنه هذا الفيروس راهو واحد العدو كبير، واحد العدو كبير اللي خصنا ننتصروا عليه، وغادي ننتصروا عليه إن شاء الله إلا طبقنا جميع قواعد النظافة. الله يرحمكم الوالدين، خليكم في الدار، ما بغيناش نسمع اخبار خيبه على شي حد، ما بغيناش نترزعوا في شي حد. الله يرحم لكم الوالدين. بركه انا مديك هضره ديال واش حنا المغاربه كتشد فينا كورونا، ويلي لا، هذيك كلها هضره خاويه. خاصك تجلس في دارك وتحضي خوتك ووالديك والناس اللي دايرين بيك، وتعاون الناس اللي دايرين بيك، واي حاجه قدرتي ديرها من جيرانك ولا اي واحد احتاجك بشي حاجه قدرتي ديرها ديرها، واخا غير اي حاجه، واخا تعيط لي غير في التليفون، ولكن خليك في دارك، خليك في دارك انت من بعضياتنا تدوز هذه المرحله، وان شاء الله يرجع كل شيء كيف ما كان. راه في هذه الفتره راه والله ما عندنا الخيار، عندنا حل واحد، جوج الاسابيع نجلسوا في ديورنا، نحافظوا بها على راسنا، على عائلتنا، على اصدقائنا، وهكذا كنكونوا حافظنا على اخوتنا المغاربه كاملين. راه خرجنا بزاف وشنا بزاف، شهور وسنين اعوام ما فيها بجوج الأسابيع نجلسوا في الدار، تكون عندها فائدة كبيرة باش ما يفوتش الوقت، ونقولوا يا ريت اللي جرى ما كان. أنا كنت عهد أني ما غاديش نخرج من الدار، وغادي ندير الماسك، وغادي نبقى نعقم إيديا، وما غادي نسلم على حتى واحد، ما غادي نبوس حتى واحد، وغنعطي لأي واحد قريب ليا بجوج متر ديال الاتساع. ماشي لأني خايف من الموت، ولكن لأني إنسان مسؤول وواعي بالخطورة ديال الوضع اللي كيعيشو المغرب اليوم، وكنقدر المجهودات اللي كدير الدولة المغربية لمحاصرة هذا الوباء. أنا مواطن ملتزم وما خايفينش من الموت، وكنخافوا من الله سبحانه وتعالى، والناس اللي كيقولوا عكس هذا الشيء هما ناس جاهلين. المغاربة ما غاديينش يسمحوا لهم يلعبوا بالمصير ديال الدولة كاملة، ديال الوطن، ديال المواطنين. هاد الناس هادو كنقولوا لهم ستوب، بركة من الجهل ديالكم، دخلوا لديوركم، بركة ما تبارطاجوا في الشائعات والكذوب. عندنا إعلام رسمي، عندنا مواقع كنثيقوا فيها، بركة من التخربيق، بركة ما تخلعوا في المواطنين، لأن المغاربة الواعين كثر منكم وقوى منكم، وغادي ننتصروا في هذه المحنة بإذن الله. وإذا احتاجتنا الدولة ديالنا في أي لحظة غادي ننزلوا للشوارع، ومستعدين نضحيوا بالأرواح ديالنا في سبيل الوطن، في سبيل الله. السلام عليكم، ونقول لكم حياتكم كتهمنا، وحميوا راسكم وحميوا ولادكم وحميوا عائلاتكم، حاولوا ما امكن ما تخرجوش الا للضروره، وغسلوا النظافه، وما تيقوا الشائعات، حاولوا ما تيقوا حتى شي حاجه من غير اللي حاجه غتسمعوها من مصادر موثوقه، اي حاجه اللي معتمده عليها وزاره الصحه فقط لا غير. وحنا راه معاكم حتى ان شاء الله ندوزوا هذه المحنه. كنادي الشعب المغربي المثقف الواعي انه يلتزم الدار وما يخرج إلا للضرورة القصوى، ويلتزم أهم حاجة النظافة، لأن النظافة هي الوقاية، والوقاية خير من العلاج، باش ما نطيحوش في أغلاط طاحوا فيها دول كبيرة ودول عظيمة، لأن استهتروا بالفيروس وما خدوش الموضوع بجدية، باش ما نفقدوش أغلى الناس علينا. كنطلب منكم المغاربة ردوا بالكم، حدوا راسكم، وقيتها صعيبه، قضيه ما سهلاش، يمكن غدا كتصعب، مي شويه ديال الصبر وشويه ديال الوعي والتفاهم فغادي نقدروا ننقذوها. اللي ما عنده ما يدار يخليه في داره من الاحسن ليه. وين انا خارج وتنشوف عباد الله خارجين تيتزحموا، الناس ما بغاوش يفهموا، ما بغاوش يقدروا يعرفوا بان هذه راه مشكله كبيره وكبيره بزاف وقع. الله يخليكم الماكسيموم، اكثر ما قدرتوا تجلسوا في الدار جلسوا في الدار، ما تخرجوا الا للضروره، وخليوا بيناتكم مسافات البعد، خليوا بيناتكم على الاقل 2 متر، وغسلوا يديكم وغسلوا يديكم وغسلوا يديكم، ما تدخلوش هذا الفيروس لوليداتكم ووالديكم، راه اخطر ما يمكن تصوروا اننا نفقدوا شي حد عزيز علينا. الا التزمنا كاملين التعليمات، الا حسينا بالمسؤوليه تجاه نفوسنا، الا بغينا نكونوا في اجواء سليمه بغض النظر على شي حوايج اللي كناخدوها بسيطه في امور غير جديه، اليوم راه الامر جدي، هذا راه فيروس خطر من السيده. الله يخليكم،
الا ما جلسوا في ديوركم على الاقل غير وقت اللي لقاو الناس اللي ما كتخليش من جهدها باش نقدروا نعيشوا في سلم وفي امان. بقى في دارك غادي تحمي بلادك بشويه ديال تضافر الجهود بشويه ديال المسؤوليه غادي نحميو بلادنا وغترجع الامور كما كانت بفضلك انت وبفضلك انت بلادنا غتنجح في هذا الامتحان. هذا درس للعالم خصنا نستافدو منه وتحدي خصنا نتغلبوا عليه. سيمانه ولا جوج ما غيبت والو في حياتك ولكن اللي قدرتي تجلسهم في الدار اتعاون شعب كله. نبقاو في ديورنا نحاولوا نعدوا هذه الفتره الصعبه باش ما كان هي مش اقامه جبريه ولكن هو خيار لك كانسان باش تحافظ على حياه الاخرين تحمي نفسك تحمي جارك تحمي وطنك تحمي شعبك لانه السيطره على الفيروس لما تكون الحالات معدوده ماشي الى انتشر لا سمح الله. بقى في دارك تنجي راسك وتنجي غيرك وان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير الخير. خليكم في ديوركم باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك خاصك تبقى في دارك وكاملين الضغط باش نقضيو على تهلاو في والديكم تهلاو في راسكم ما تخرجوش من الدار. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا يفوت. السلام عليكم حبابي باش تعاون بلادك خليك في دارك. معكم حاتم في دار. خليكم في الدار جلسوا في ديوركم عافاكم انا مزاوج. بقاو في ديوركم ستاي هوم سكوت تحت قمي النون. كلنا يد وحده وكلنا مسؤولين. كلنا يد وحده وكلنا مسؤولين.